بنحييكم مشاهدينا، احلى تحيه من قناه الفجيره، طبعا برابع ايام رمضان. واليوم طبعا استاذي امنه مرحب فيها، وعاملين لكم كمان اطباق اليوم من الكويت، عاملين لكم مطبق الزبيدي، وطبعا عاملين. اهلا وسهلا فيكم اعزائي المشاهدين، مرحب فيكم، مساكم الله بالخير والنور في رابع ايام شهر رمضان المبارك، وكل ايامكم ان شاء الله تكون مباركه. وكما عودناكم من تلفزيون الفجيره، برنامجنا الافطار على النار مع شيفنا المبدع الشيف وديع، واليوم الشيف وديع بيودينا كما تعودنا على بلد من البلاد اللي احنا نلفها في رمضان. وين رايحين اليوم؟ اليوم رايحين على الكويت. جميل، اليوم رايحين على الكويت. نعم، حلو. شو يعني المطبخ الكويتي؟ طبعا من المطابخ الخليجية الفاخرة. نعم، اللي طبعا دائما يكون أهم شيء في المائدة الرز. نعم بالضبط، صح. وعاملين اليوم مطبق الزبيدي. يلا عطنا نشوف اليوم مطبق الزبيدي، وبعدين عاملين لهم شوربة العدس بطريقة الكويتية يعني. حلو. وعاملين لهم طبعا مهلبية بالزعفران. حلو. بسموه بلد الخليج بسموه فرني. فرني. الفرني معروفة ببلد الخليج. دول الخليج العربي. وبعدين ما بيطلع إلا بالكويت سمك الزبيدي، يعني نعم. مشهور كتير بين العراق وبين ال أعزائي المشاهدين، من أرض الكويت ومن أرض الزبيدي ومن أرض الأكلات الكويتية، نطرح عليكم هذا السؤال اليوم، سؤال حلقتنا لهذا اليوم. السؤال يقول: في أي عام عينت الكويت عاصمة للتراث في الوطن العربي؟ أعيد السؤال مرة ثانية: في أي عام عينت دولة الكويت كعاصمة للتراث في الوطن العربي؟ نسمع إجاباتكم ونتريا طبعا إجاباتكم وتواصلكم معنا، حتى في أي موضوع تحبوا بالأكلات على الأرقام الموجودة على الشاشة. طبعا بنشكرك يا أستاذي آمنة، دايما هيك تعطينا أشياء معلومات حلوة. شكرا، مطبخك الأحلى يعني. نحن اليوم أول طبق عندنا. نعم، طبق الزبيدي. طبق الزبيدي. وطبق الزبيدي، وبدنا ناخذ المقادير. نعم، ناخذ المقادير على الشاشة أعزائي المشاهدين. لمطبق الزبيدي مكونات: مطبق زبيدي، كيلو سمك زبيدي، وعشرة غرام كزبرة يابسة، وخمس غرام كمون، وخمس غرام كركم، وخمس غرام هيل مطحون، وخمس غرام قرفة ناعمة، ومية غرام بصل مفروم، وخمسين غرام ثوم مدقوق، وثلاث حبات لومي يابس، ومية غرام كزبرة خضراء، وعشرة غرام ملح، وخمسة غرام فلفل أسود، نص كيلو طبعا رز بسمتي، ولتر ماء ساخن للرز، و100 غرام ملي زيت زيتون، و150 غرام طماطم، و10 غرام قرفة، وعندنا 100 غرام ايضا زبادي، و100 غرام سمنة زائد زيت على حسب الرغبة، و50 غرام ليمون مقطع دوائر، وخمس حبات فليفلة حارة خضراء، وثلاث حبات ورق غار، و100 غرام بصل جوانح محمرة. هذه المقادير وموجودة معكم على الشاشة أعزائي المشاهدين، ونتابع مع الشيف وديع طبختنا لهذا اليوم. بالزبط. الزبيدي الكويتي، ها؟ نعم. وطبعا تشتهر الكويت طبعا بالزبيدي وسمك الزبيدي. نعم. وكثير من الأسماك طبعا، ودائما المطبخ الكويتي مشهور بالطبخات والكبسات الجميلة. نعم. وطبعا المطبق هو دائما على فكرة منبته بالكويت. بالضبط. طبعا هوني أعزائنا المشاهدين، مثل ما شايفين هوني ألينا السمك نحن بالزيت، مثل ما شايفين تبلناه هون. أي. وحطينا لهم شوية بزار خليجي، وحطينا لهم ملح. حلو. وبعدين أليناهم بشوية زيت،
وبعدين رجعنا مثل ما بتعرفوا لانه دائما بينقلى السمك من بعد ما يتملح ويتبهر. حلو. هودي قليناه هون، هلا بدنا نطبق طبعا نطبق الزبادي. الزبادي. وبعدين اول شيء بدنا نحط هوني الزيت، هذا زيت البصل اللي قلينا أيوة. فيه. لانه دائما طب ليش نستخدمه يعني؟ لانه بيطلع طعم أيوة طعم الطيب. أيوة. اي نعم. هلا ترجع ريحة البصل في الزيت بالضبط. اي حلو. بدنا هلا نحط طبعا البصل للرز. نعم. هداك بنحطه فوقه هيك منشان البصل. نعم. المحمر. نعم. هذا بصل محمر يستخدم للزينة. بالضبط. طبعا هي على فكرة الأطباق الكويتية قريبة جدا على فكرة، وكاد تتشابه مع أطباق الإمارات وعامة بالزبط. الخليج العربي. نحن هون ضفنا أعزائي المشاهدين زنجبيل، زنجبيل. وثوم. ثوم وزنجبيل. معاكم الشيف وديع خطوة بخطوة. مثل ما شايفين حطيناهم فوق منهم. أيوة. وبعدين بدنا نقلبهم مزبوط. أيوة. منشان لحتى طبعا ياخذوا الطعم اللذيذ. نعم. الثوم. نعم. والثوم مستحب دائما في الاكلات الخليجيه. بالضبط. يعطي نكهه خاصه للاكل، وطبعا البهارات الصلبه. بالضبط. هلا بدنا نضيف نحن العودان القرفي، ورق الغار، وخمس حبات هيل. حلو. هيك بنحطهم كمان. هاي طبعا. نعم. البهارات احنا نسميها الصلبه. نعم. البهارات الثقيله احنا نسميها، وطبعا هي على فكره تستخدم مع البهارات المدقوقه المطحونه. بالزبط. على اساس تعطي ايضا طعمها. نعم. في الطبخه. هلا مثل ما شايفين رحت الكويت شيف؟ نعم. زرت الكويت؟ لا والله. يلا روح زور الكويت. بس ان شاء الله ان شاء الله بنزور. بعدين هيدي اللومي كمان، لومي اليابسه. اللومي اليابس. شوفي محلاه، ولازم شوي ننقرها. أيوة. على جنب مشان يفوت المي بقلبها. حلو حلو. نعم. اللوم اليابس طبعا مستحب دائما في اكلاتنا احنا الخليجيه. نعم كثير لذيذ. وفي اكلات دوله الكويت. صحيح. واحيانا يكون يعني مختلف الاحجام على فكره. بالضبط. هلا موسم على فكره، يمكن على شهر 7 على شهر 8 في فصل الصيف تكثر تجفيف الليمون على فكره. نعم. عندنا احنا في الخليج وفي الكويت، دوله الكويت، لانه طبعا بيستخدم بس يتجفف بيطلع كمان طعمه كثير لذيذ. حلو. نعم. هلا بدنا نحن نضيف فوق منهم الطماطو. طماط. طبعا هذا الطماطو متابعين اعزائي المشاهدين مقطعينهم بالطول. مطبق زبادي خطوه بخطوه. نعم. مع الشيف وديع. نعم. مع الشيف وديع ولا غلطه. الله يخليكي. هلا يلا. نعم حطيناه هون. يلا يا شيف. نعم. روانا احلى زبادي اليوم. نعم اليوم بنطبق الزبادي رائع. ايوه. نعم بدنا نعمل روانا احلى زبادي. نعم بالضبط. نرد نذكر أعزائي المشاهدين بسؤال حلقتنا لهذا اليوم، في أي عام عينت دولة الكويت عاصمة للتراث في الوطن العربي؟ في أي عام عينت دولة الكويت كعاصمة للتراث في الوطن العربي؟ نعم حلو، سؤال حلو، وفي جائزة عليه. الجائزة مقدمة من فندق كونكورد. نعم. فطور لشخصين. الجائزة مقدمة من فندق كونكورد، افطار لشخصين. حلو. نتمنى اعزائي المشاهدين يشاركونا حتى ولو بالاجابه على السؤال او بالاستفسار عن الطبخات الكويتيه، عن الاكلات الخليجيه، وايضا ممكن تستفسروا عن من الشيخ الامور الثانيه الخاصه. نعم. الحين شو حطيت؟ حطينا الكركم. ايوه حطينا الكركم. نعم. اعزائي المشاهدين حطينا الكركم، وهون بدنا نحط طبعا البهارات. أيوة. البهارات المطبق مع القرفه هوك هي بهالشكل. معاكم البهارات اللي هي نعم احنا نسميها المدقوقه. ايه. نعم بنحط لها دائما، هي
بالضبط، هي بهارات السمك اللي بحطوها لهالطبق المطبق الزبادي. وعلى فكره بدات الريحه تاخذ ماخذها. بالضبط بدات الريحه تاخذ ماخذها من مطبخ الشيف وديع. نعم، هلا انا بدي لازم المي تكون حره لنحطها على هلا الطبق اللذيذ. بدنا نطبق عليها، نحط عليها شويه كزبره خضراء. ايوه نعم طبعا، كزبرة خضراء. نعم كزبرة خضراء في اطباقنا، وبنخلي شوي طبعا تعطي نوع من يعني لذة وطعم وطيبة. شو الفوائد حق الكزبرة شيف؟ نعم شو فوائد الكزبرة؟ كثير الفوائد الكزبرة من الخضار الورقية. أيوة. يلي فيها حديد وفيها أيوة. يعني كثير لذيذة بتعطي صح. بالأكل. وأعزائي المشاهدين دائما الصائم ينتبه إلى نوعية الطعام اللي يأخذه على الأفطور، نوعية الأطعمة، أيضا العصائر. ودائما احنا ننصح الصائمين أنه عدم الإكثار من السكريات، وخاصة اللي هم عندهم مرض السكر طبعا. بالضبط. هلا وين أعزائنا المشاهدين؟ ناطرين تواصلكم معنا على سؤالنا، سؤال حلقة هذا اليوم. تأخرتوا علينا، عسى ما شاء إن شاء الله ما عاجبكم اليوم تشوف وديع. تشوف وديع؟ شو مسوي حق مشاهدين اليوم؟ نعم ما راضين عنك اليوم. لا لا راضين راضين راضين، ما حد اتصل فينا لحد الحين. نعم هلا بيتصل لانه سؤال صعب يعني. لا ما صعب، صعب سؤال انا مش عارفه والله. اعزائي المشاهدين نقول في اي عام عينت دولة الكويت عاصمة للثقافة في الوطن العربي؟ ومعانا اول اتصال والخير بدا. هلا هلا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، نشارك وياكم إن شاء الله. مساء الخير، هلا هلا. كيف حالك؟ نشارك وياكم إن شاء الله. تشارك ويانا، حياك الله وحياك معنا في قناة الفجيرة. مروان أحمد. مروان أحمد. مروان شو لك على الصوم؟ اليوم رابع الحمد يوم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الحمد لله. طبعا احنا نحييك ونحيي اتصالك معانا. ومعانا اليوم زبيدي، زبيدي ومطبق الزبيدي من دولة الكويت. هلا هلا وسهلا اخ مروان، مرحبتين والله، يا اهلا مبروك عليك الشهر وكل عام وانت بخير. وانت بخير وجميع اهل الجزيرة واهل المرض بخير. حبيبي حبيبي. حاب تجاوب على السؤال؟ ايه 2022 2022 كيف لحد الحين؟ احنا 2018 من الثقافة العربية يعني. راجع شوية الإجابة. ارجع اتصل مرة ثانية. 2020 لحد الحين ما يانا في أي عام؟ نعيد السؤال، في أي عام عينت دولة الكويت عاصمة للثقافة في الوطن العربي؟ تتواصل معنا مره ثانيه تراجع أوكي. اجابتك. حياك الله وشكرا على تواصلك معنا. بنحط ملح طبعا، ملح حط ملح. رجعنا للشيف. نعم. وعلى فكره الروائح لا توصف صراحه. انا اليوم ما قادره يا مخرج، انا اليوم ما قادره اوقف في المطبخ اليوم من الروائح. الله عليك. خلاص انا فطرت. لا لا لا، وانتم عوضوا عني وعوضوا صومي. خلاص خلاص استاذتنا. لا طبعا هون هذا ممكن بس اطلطل. اي نعم طلع. الله شوفي شو حلوه كل شيء. اعطونا كاميرا الله يخليكم بس عشان نعم. المنظر هذا الحلو المنظر الجميل. الحلو الجميل. الله جميل. اي نعم هذا مطبق الزبد. هذه اللي هي مثل ما احنا نقول صالونة على فكرة المطبق، هاي احنا نسميها نعم. صالونة المرقة نعم. صح؟ نعم. اي هلا بدي انا تغلي شوي منشان حط عليها بقلبها ثلاث دقائق السمك منشان يتشرب هالطعم اللي فيه. حلو. نعم حلو. وبعدين بجيب الرز من هناك وبحطه لنا. هلا بدي انا اعزائي المشاهدين حط هاو السمكات، بدي انا احطهم بقلب الطنجره هيك. طبعا الشيف قال انه هو بيحط السمك، والسمك طبعا مقلاي ومحمر. نعم بس محطينه بالصلصه على اساس ياخذ صلصه تاخذ طعم.
نكهه سمك. حلو حلو. على فكره هاي عاده موجوده عندنا احنا في مطبخنا الخليجي الاماراتي عامه. نعم. على فكره الخليجي بالضبط. هلا طبعا في دوله الكويت خاصه. نعم. هلا ايوه خلي ما بل انه ما بدناش بس نحط الرز بنسكر عليه. معاكم اعزائي المشاهدين ناطرين اتصالاتكم تواصلكم معنا، ونذكر بالسؤال: في اي عام عينت دوله الكويت كعاصمه للثقافه في الوطن العربي؟ الجائزه مقدمه من فندق الكونكورد، عشاء او فطور لشخصين. يلا شيف معنا. نعم. ومع طبختنا اليوم بالضبط عم تغلي شوية صغيرة. هدي الرز لو سمحتي من عندي. إن شاء الله. شكرا لك. تفضل. ايوه حلو. بدنا نحط. نعم. الحين احنا الرز. نعم بدنا نحط الرز بس لنشيل السمك اللي غلي شوية. أي. معهم يعني احنا ننتظر بس السمك يغلي غلية. غلي على اساس ياخذ الطعم. الطعم بعدين بنرجع مشان نحطه على وجه الرز بهالطريقة. شفتي كيف تشرب. أيوة. يعني هالنكهة الطيبة ياخذ على فكرة، واللوم اليابس. نعم. يعطي طعم حلو مع البهارات الخليجية الصلبة الخليجية. نعم. كويتية الكويتية. وورق الغار طبعا. نعم. حاضر كل شيء كل. أيوة. البهارات وال متابعين اعزائي المشاهدين معاكم مع الشيف وديف. بعدين الخطوة الجاية الخطوة الثانية بدي احطه جوا. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام. حياك الله. منو معنا؟ رغد. حياك الله يا رغد، كيف حالك؟ الحمد لله. كل عام وانت بخير، وانت متواصله معنا دائما يا رغد، وحياك الله. ايت هلا. شو اليوم المطبخ الكويتي عاجبنك ولا ما تحبي السمك؟ والله السمك لا يعلى عليه. واو طبعا لا يعلى. ايه واحنا طبعا الفجيره والخليج والامارات كلهم. أيوة. بلاد طبعا السمك والبحر. ايوه ايوه. هلا هلا يا رغد. شيف وديع معك. مرحبتين. هلا فيك. انت يا صديقه للبرنامج ومنرحب فيك كثير مش شوي. أهلا. يا هلا. عرفت السؤال؟ ايوه الاجابه على شو؟ السؤال؟ عام 2016. عام 2016 ان شاء الله تسمع الاجابه الصحيحه في نهايه الحلقه. ان شاء الله بتفوزين وتكوني من الفايزين معنا. ورغد طبعا دائما صديقه حق البرنامج متواصله معنا. طبعا طبعا. شكرا يا رغد. الف الف شكر لك. بدنا نسقط الرز البصبتي المغسول نحن. هذا الحين الشيف. نعم. حطي الرز بالضبط على المطبق الزبيدي. السلام عليكم. عليكم. حياك الله اخوي عمار. مساء الخير. عمار محمد يعطيك العافيه. اهلا اهلا اهلا. حياك الله. شيف وديع كيف حالك؟ صباح النور والانوار. هلا ومرحبا. الله يمسيك بالانوار. طبعا هو معاه زبيدي على فكره اليوم. معاه زبيدي. مساء الخير. مساء الخير مش صباح النور. الله يحفظه يا رب. يعطيك العافيه. جوعتنا جوعتنا. الله يخليك. الله والله جوع. اذا انت بعيد يعني انا موجوده هني. انا جاي لعندكم الحين. ها. نعم نعم. هلا ومرحبتين. يا مرحبا. حياك الله شيف. كيف حالك؟ ان شاء الله بخير. والله مشتاق لك. ان شاء الله صحة منيحة. كيفك بالصوم؟ ان شاء الله مرتاح. الحمد لله ماشي الحال. الحمد لله الحمد لله. يلا ان شاء عقبال. مبروك عليك الشهر وكل عام وانت بخير. الله يبارك فيك. ان شاء الله 2016. ان شاء الله 2016. ان شاء الله تسمع الإجابة في نهاية الحلقة. ان شاء الله ان شاء الله بتفوز. شكرا على تواصلك. نعم. ان شاء الله نحن اللي برع الاستوديو يعني هلكانين من ريحة. انا هلكانة صراحة من ريحة اليوم. الله يخليك. حطينا 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 اعزائي مثل ما شو اسمه حطينا الرز عليهم. لازم يكون الرز غمر غمره لهالصلصه. ايه شفتي على كيف؟ فكره. ايه. في له معدل. هناك ايوه هناك معدل بالضبط. شوفوا دائما متعارف عليه عند اهل المطبخ واهل الخليج. كيف يكون الرز لي يعني مقاس من الصلصة أو من المرق بالضبط على أساس تطلع كل حبة بحبتها يعني منثور إحنا نقول. نعم. تطلع التسبيكة عدل بالضبط. شو رأيك؟ حلو كتير. معنا اتصال. مساء الخير أخوي مرواي. مروان. مروان أحمد. مروان أحمد. 2016. حياك. أيوة. الله. أوكي. إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة. شكرا شكرا. وتسمع شكراً الإجابة شكراً في نهاية الحلقة. شكرا على تواصلك. نعم. الحين وين وصلنا بالمطبق؟ وصلنا هلا بدنا نعمل شوربة العدس. أي شوربة. شوربة. نخلي المطبق يعني. بس أنا بسألك ليش الكويتيين سموه مطبق؟ مطبق لأنه بيطبق ما كله سوا مع بعضه. الخلطة مع الرز. السمك.
وفي كمان بينعمل على الهامور. الهامور بيعملوا الصوص وبعدين بيخلوا الهامور فوقه يعني هو والرز سوا. حلو. يعني بعد ما يجلي ممكن نعمله على الهامور. نعم. نعمله على الزبادي. نعم. لكن طبعا هو أشهر الأسماك المنتشرة على فكرة وألذها. لذيذ طبعا. لذيذ عندنا أنا في الكويت هو الزبادي. بارك الله فيك. أوكي. طبعا نحن أنا ممكن أساعدك يعني. نعم. هلا أنا بدي أنقل لهوني شيل طبعا. الحين شو بنسوي طبقنا الثاني؟ نعم بدي أحط هذا هوني على الثاني مشان لأنه مشان أعمل طبق الثاني. طبق الثاني هو شوربة العدس. شوربة العدس؟ نعم. شوربة العدس هذا. نعم. هلا نحن ناخذ مكونات شوربة العدس. يعني كم ساعة يحتاج مطبق الزبادي؟ بده على القليل ثلث ساعة. ثلث ساعة؟ نعم. لحد ما يعني يتسبك كله على الغاز ونتابع احنا اعزائي نعم. المشاهدين خلينا مع الشيف وديع ونشوف مكونات شوربة العدس على الشاشة. نص كيلو عدس أخضر، 100 غرام بصل مفروم، 50 ملي زيت زيتون، 50 غرام ثوم مدقوق، و5 غرام كمون مطحون، و100 غرام معجون طماطم، حبتين لومي مجفف، وحبتين بطاطا مقطعة على حسب طبعا الرغبة، 5 غرام ملح، ورشة فلفل أسود، ونص لتر ماء ساخن. حلو، تسلم تمك. معاكم كانت طبعا هاي مقادير شوربة العدس. بالضبط. وأيضا شوربة العدس أعزائي المشاهدين من الشوربات المشهورة عندنا احنا في دول الخليج وخاصة في الكويت. ودائما على فكرة شوربة العدس بفصل الشتاء احنا دائما يعني موجودة على السفرة والمائدة. نحن الحين شو عندنا الخطوة الأولى؟ حطينا شوية زيت قلت لك من البصل. ايه؟ بدنا نحط البصل اللي عليهم المفروم. بدنا نحط الثوم كمان. نحط مقادير شوربة العدس. نعم. طبعا هو العدس انه احنا نعطيه فترة نخلى او احنا نقول نودنا داخل الماء. بالضبط. صحيح؟ ايه بس انا هوني هي نوعية عدس ما هذا يعني عدس معينة. الاخضر المعروف يعني ايه؟ مش عدس الاصفر اللي بيعملوا الشوربة ايه؟ العادي. ايه؟ هذا عدس الاخضر اللي معروف انه لونه اخضر. أي. هذا العدس انا سلقته. معنا اتصال. سلقه. الو السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. مساء الخير. مساء النور، حالكم؟ حياك الله اخ علي، يعطيك العافيه ان شاء الله. الله يعافيكم من الشر ومبروك عليكم الشهر الفضيل. وين تكلمنا؟ من راس خيمه. اهلا وسهلا باهل راس خيمه، حياك الله وكل عام وانتم بخير ان شاء الله. وانتم بخير. ورمضان ان شاء الله مبارك عليكم. عليكم وعلينا وعلى امة نبينا محمد. امين امين. هلا هلا. تابعنا على الشيف. هلا 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 ومرحبتين. كيفك؟ منورين 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 الشاشات. الله يحييك ومبروك عليك الشهر وكل عام وانتم بخير. علينا حبيبي عليك. خلينا يعني الله يخليها الابتسامه الحلوه. الله يطول عمرك. الله شو ان شاء الله تكون راضي على اكلاتنا. لا الحمد لله رب العالمين، دامك انت في البجيره اكيد راضين عليها. الله يخليك. هاي البجيره. الله يخليك. الله يخليك ان شاء الله ويعطيك العافيه. شو دائما دائما تتابع الشيف وديع وطبخاته؟ لا ما شاء الله دايم ودايم الله انا اشوفه ما شاء الله. الله يعطيك العافيه ان شاء الله. سمعت سؤالنا. صحة وعافية. صحة وعافية يا شيخ. طول عمرك. عرفت الاجابه؟ والله طال عمرك اخمن. ترى والي 19/9/2014 محتمل او 15 بقى قريب من هذينا يعني. هي عاصمه عربيه مش اسلاميه. لا يعني انتم تقصدين عن الكويت؟ اي ثقافه يعني تم اختيارها كعاصمه ثقافيه وليست اسلاميه. يمكن الله يسلمك 2016 تاريخ 19/8. ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه. ان شاء الله بتفوز. ان شاء الله بتفوز. محتمل الشكل يعني. يعني انا ضاف علي هذا لاني انا كنت اشارك في اول في التلفزيون الكويت لكن ما يعني مده طويله انا. بدنا اياك تفوز.
ان شاء الله. ان شاء الله اذا فزت هاي هديه مني لك يا جميل. الله يطول عمرك، ان شاء الله بتفوز. الله يخليك، ان شاء الله بتفوز. يعطيكم العافيه وشكرا على التواصل. شكرا. الله يطول عمرك. هلا ومرحبا. نحن ما شاء الله، شكرا شكرا جزيلا على اتصالك. ما شاء الله لك شعبيه كبيره. لا حبيب قلبي عالمي انت، عالمي. ها الله يخليك يا ربي. نحن هون حطينا اليوم بالكويت، احنا اليوم بالكويت. شفت ما يشتهر بالكويت، والكويتيين حبايبنا. طبعا الكويتيين حبايبنا، والكويت طبعا العالم. من البلاد الخليجيه، الدول الخليجيه العريقه طبعا. نعم. بتاريخها وبعاداتها وبتقاليدها، وطبعا دائما احنا والكويت تاريخ مشترك وعادات مشتركه وامال الحمد لله مشتركه. بالضبط. تشتهر الكويت طبعا بابراج الكويت، ولا انت ما زرت؟ نعم. الكويت؟ لا والله ما زرت، بس بدي ازورها ان شاء الله. ها؟ نحن حطينا اول شيء شويه زيت. اوكي. حطينا طبعا شويه ثوم مدقوق. ايه. مهروس. حطينا شويه معجون الطماطو. ايوه. بدي احط لها قرنين حر، وبدي احط لها شويه طماطو وكزبره. هيدي الفلفل الحار على فكره. ايه. موجود. قرنين مش كثير يعني، بس تعطيها هيك شويه طعم خفيف. ايه. لا دائما على فكره الاطباق الخليجيه تشتهر بشويه الحراره يعني، وخاصه الفلفل الحار الاخضر يعني هو يعني مش حار مثل الاحمر. البودره اشد حراره. هلا بدنا نحط طبعاً البطاطا. مزاج واذواق الناس. اذواق. بدنا نحط بطاطا. هلا نحط البطاطا مقطعه. ايوه هيدي ضروري نحط البطاطا، ولا هي يعني منقطعه هي بتستوي معهم. ايوه. وبعدين بنرجع بدي اضيف عليهم انا شويه فلفل اسود خفيفه، رشه صغيره. ايوه رشه صغيره فلفل اسود. فلفل اسود بس. نعم. وعندنا ملح، وبدي احط لها شويه ملح كمان. هيدي ملح تقريبا ملعقه صغيره. وبعدين بدي احط لها الكمون. ايوه نعم هي الكمون. الكمون طبعا هي من المنكهات. منكهات كثير. نعم. طيبه. الطيبه من البهارات طبعا الطيبه اللي بالزبط. تعطي ريحه طيبه وتعطي مذاق طيب مزكتر. الى الاكل. نعم. والاطباق بالضبط هيك. شوفي كيف عنك. شوف كيف صارت اللون الاحمر الوردي زهري كثير حلوه هيك بهالشكل. هلا انا بدي اقول لكم اعزائي المشاهدين، هذا العدس اذا بدنا نحطه ني لازم بياخذ كثير وقت وما بيستوي. ليش؟ لانه حطينا الطماطو انا شو عملت انا سلقته نص سلقه. ايوه بكمل الاستواء مع البطاطس ولا التسبيكه تبعه. أيوة. انا سالتك بدايه يعني. نعم. احنا إيه؟ نجهزه شويه. إيه؟ على اساس يعني ممكن حتى احنا نخليه بالثلاجه. نعم. ونستعمله على مراحل ممكن. إيه؟ نعم. صح. هذا ما في الا شويه ملح صغير بدي سقطه انا هون هيك بهالشكل. ايوه نتابع مع الشيف اعزائي. نعم. المشاهدين بالضبط شوفوا. أيوة. كيف صار. أيوة. هالشوربه شوربة العدس. نعم. الأسود. وبعدين بدي ضيف عليه مي حط علي حرة. المي الحار. نعم هاي المي الحارة. وبعدين مثل ما شايفين لك هالشوربة شو لذيذة صراحة. الألوان. نعم. حلوة. هي الألوان حلوة. هي. طبعا هذا البصل أنت حتستخدمه. البصل آخر شيء بدي. آخر شيء. نعم. حلو. هلا بدي أنا غطيها. أي. من شان لحتى تغلي وتسلموا هالديات. أي. ونحن هوني بدي طل شوف انا المطبق. بدي شوق المطبق. ايه. نعم. اوبا ريحه حلوه طبعا. الله. اوه ايوه اوكي. اول انا بفطر يعني هسه. الو السلام عليكم، معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم مريم. هلا مساء الخير يا مريم. هلا. الو السلام. مرحبتين وعليك السلام. ايه. مريم ورحمة الله ممكن وبركاته. ممكن توطينا صوت التلفزيون ان شاء الله. ايوه سمعينا بس من التلفون. حياك الله، كيف حالك مريم؟ الحمد لله تمام. من وين تكلمينا؟ من البقيره. حياك الله. كم عمرك؟
20. ما شاء الله ما شاء الله, الله. العمر كله ان شاء الله. دائما بتتابعي برنامجنا الافطار على النار؟ ايه دائما. ما شاء الله. والشيف وديع؟ برافو. هلا هلا. طبخات الشيف وديع؟ مبروك عليك الشهر. كيفك في الصوم؟ علينا وعليك. كيفك في الصوم؟ ان شاء الله مرتاحه. الحمد لله. كويس كويس. حبيتي الطبق اليوم؟ طبق الزبيدي والشوربه والمهلبيه بالزعفران. ايوه يعطيك العافيه. الله يعافيك. الله يعافيك. بتدخلي المطبخ مريم؟ عرفتي الجواب تبع المسابقه؟ 2001. نعم. ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه. ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه وتسمعي الاجابه ان شاء الله في نهايه الحلقه. ان شاء الله تفوزين. شكرا يا مريم. شكرا على التواصل. كل عام وانتم بخير. شكرا اعزائي المشاهدين. فينا نطلع فاصل صغير ونرجع نتابع. تريونا. طبعا اعزائي المشاهدين ما مثل رجعنا بعد فاصل صغير. حطينا الشوربه على النار وطبعا مطبق الزبيدي حطيناه طبعا ثلاث ارباع الاستوى ورجعنا حطينا السمك عليه منشان يختمر معه. ايه وما زلنا نحن نتابع مع الشيف. نعم. ايوه السمكات اللي هو مطبق الزبيدي. نعم. معنا. نعم. طبق الزبيدي ولا غلطه اليوم مع الشيف وديع صراحه. هذا انا بشيله معي صراحه يعني سامحوني. على عيني وراسي. اوكي. ومعنا. نعم. اللي هي شوربه العدس. بالضبط. 100% بدها حركه صغيره. نعم. ايوه. واو واو. والفلفل صراحه الاخضر. نعم. هذا الشوربة. وهلا بدنا من أرض الكويت دائما طبعا الطيبات. بالزبط. الطيبات يقولون لأهلها الشيف. سبحان الله سبحان الله. ألو منقول مرحبا يا أخت غالية. هلا 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 مرحبتين. اسمعينا اسمعينا من التليفون مش من التلفزيون لأنه عم يعطي ريتور عم يعطي صدى. بدنا نسمع صوتك رايق صوتك صافي. نعم. ايوه يا غاليه. شو كيفك؟ صوت الصوت مش عم يعطي صوت صافي واضح. الو غاليه احكيها بلكي يكون. الو غاليه كيفك؟ غاليه معانا؟ ظهر انقطع الاتصال. ناخذ اتصال ثاني. بده يكون. السلام عليكم. سوسن سوسن. الو السلام عليكم. اهلا يا سوسن. مساء الخير. وعليكم السلام. اهلا مساء النور. اهلين. كيف حالك وامورك على الصوم ورمضان؟ الحمد لله الحمد لله. انا غاليه. غاليه رجعت اتصلت. اهلا غاليه حياك الله. يعطيك العافية وشكرا على التواصل. الله يسلمك يا رب. شو اليوم طبخاتنا من الكويت؟ مطبق الزبيدي وشوربة العدس والحلا الحين جاي بالطريق. الله يسلم ايديك كيف وديك. الله يسلمك ان شاء الله. يخليك يا ربي. اخ غالية بتجاوبين على السؤال؟ ان شاء الله ب 2001. ان شاء الله تسمعي الإجابة في نهاية الحلقة. شكرا شكرا على تواصل. شكرا. ان شاء الله ان شاء الله بتفوزي يا غالية وتربح الجائزة. الحين معانا. شكرا على اتصالك يا غالية. معانا الطبق الحلو. بدنا نبلش بالحلو. حلو. الحلو الحين ببلش بالحلو. نعم. يلا. بارك الله فيكي. نحن هون بدنا نحط ال يلا انت. نعم. ضل على البوتاجاز وانا انا اقرب هودي كل أوكي المكونات. انا بقرب. الحين احنا عندنا الحلو. نعم. الحين الحلو بيسوي الحلو عندنا. بارك الله فيكي بارك الله فيكي. طبعا دولة الكويت يا شيفنا الفاضل. نعم. عندهم مهرجان على فكرة مشهور جدا. شوفوا. اللي هو مهرجان هلا فبراير. ايوه هذا كثير يعني. وهلا فبراير طبعا من المهرجانات المشهورة الناجحة. جدا الناجحة في. نعم. دولة الكويت. نعم. بالإضافة إلى الاحتفالات الثانية طبعاً. الحين معانا إحنا بالضبط هاي المقادير. وإن شاء الله بتشوفوها على الشاشة. عندنا مقادير رز ناعم مهلبية الرز الناعم بالزعفران. حلو. لتر حليب، 100 غرام كريمة طازة، 100 غرام سكر،
100 غرام رز مطحون، 5 غرام فانيلا، ملعقة كبيرة ماء الورد، ملعقة كبيرة ماء الزهر، 50 غرام برش جوز الهند طبعا للتزيين، و50 غرام فستق حلبي مجروش، و50 غرام زعفران. 5 غرام زعفران. انا يعني كريمه وايد. نعم نعم. مثل ما شايفين اعزائنا المشاهدين هلا نعم ناخذ اتصال معانا. مايا السلام عليكم. مساء الخير مايا. مايا مساء الخير. مساء النور. مساء الورد. شلونك؟ الحمد لله. عساش طيبه؟ الحمد لله. على الصحه دوم في الصوم؟ الحمد لله. كم عمرك مايا؟ 20. حلو ما شاء الله، بس صوتك صغير ما شاء الله عليك. يعني دائما متابعتنا بمطبخ الشيف وديع وقناة الفجيرة برامجنا الحلوة الرمضانية. يلا شكرا شكرا. شو الطبخات اليوم عجبتنش؟ شام ريحة السمك معانا ولا ما شامتنا؟ لا لا ما حب السمك. اوكي حبيبتي. شو اجابتش على السؤال؟ 2016. ان شاء الله تكوني ربحانه معنا وتسمع الاجابه في نهايه الحلقه. شكرا على تواصلك. شكرا على اتصالك. وكان شوربه العدس بدت تاخذ نعم مجراها تغلي مجراها من الشغل العدل بالضبط يعني. اوكي نعم. هلا بدي انا بدل الادوار حتى هودي هون تمام وارجع اليوم احنا الحين بنسوي اللي هي حلى مهلبيه الرز بالزبط. رز ناعم بالزعفران. حطينا الحليب وحطينا الكريمه. حطينا الحليب والكريمه حطينا السكر والسكر. بدنا نحط هلا قبل ما تغلي نحط الرز الناعم. الرز الناعم ايوه عليها ايوه. وبعدين بدنا نحط الفانيلا. هيدي الفانيلا هون الفانيلا ايوه. نتابع مع الشيف. نعم انا افضل اني بغطي وبعدين بدي انا احط معهم الماء الورد وماء الزهر شوي وصار عندنا. نعم شكرا. هلا بدي انا خلي الزعفران. اعزائي المشاهدين نتابع مع الشيف وديع الحلو. نعم ودائما الحلو ما يحلو الا بالحلو طبعا. ودائما الحلو من ايد الشيف وديع حلو. الله يخليك يا ربي. يلا. وطولنا بعمرك وان شاء الله دائما دائما تكوني سعيده دائما ومبسوطه على طول على دوم. ونسمع دائما يعني الاخبار الطيبه الحلوه. ومعنا اتصال مشاعل. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلين مشاعل يعطيش العافيه. الله يعافيك. شلونك مشاعل؟ الحمد لله تمام. كم عمرك؟ 21. 21؟ ايه. يعطيك العافية إن شاء الله العمر كله. ما شاء الله. حابة مطبخ الشيف وديع وبرنامج الإفطار على النار؟ ايه حلو. ومتواصلة معنا دائما؟ أنا يعني أول مرة يعني تتواصلي معنا ولا دائما تتصلي وما تاخذي الخط؟ لا لا أول مرة. أول مرة وإن شاء الله بشارة خير. سمعينا إجابتك؟ 2001. ان شاء الله تسمعي الاجابه الصحيحه في نهايه الحلقه. ان شاء الله بتفوزين. تكوني معانا يقول لك استاذ. ومعانا ايمان ما شاء الله الاتصالات. تفضل الاتصال. نعم ايمان من ام الجوان. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. مبروك عليك الشهر وكل عام وانت بخير. وانت بألف خير. شو مبسوطه بهالاطباق اللي عم نسويها من كل بلد؟ اكلك شكل السمك حلو جدا. عايبينها السمك. حلو حلو. حلو قوي قوي. برافو. عرفتي عرفتي الاجابه؟ ايه بس انا السؤال ما سمعتوش. السؤال السؤال يقول نعيد ليش السؤال مره ثانيه. في أي في اي عام عينت دوله الكويت كعاصمه للتراث في الوطن العربي؟ متى عينت الكويت دوله عاصمه للتراث؟ ايه للتراث في الوطن العربي. 2001. ان شاء الله تسمع الاجابه في نهايه الحلقه. ان شاء الله. شكرا على تواصلك. اوكي مشكور. شكرا على اتصالك. شكرا. ان شاء الله بتفوزي يعني. شكرا على تواصلكم اعزائنا المشاهدين ودائما ويانا ويا مطبخ الشيف وديع وبرنامجنا الافطار على النار. متواصلين معاكم طبخاتنا الحلوه بسفراتنا. نعم. هاي السفرات
ومعنا صادق. ايوه يا صادق، السلام عليكم. مساء الخير. مساء النور. يعطيك العافيه. كيف حالك شيف؟ شيف يلا خذ ايدك على الاكل. بارك الله فيك، بارك الله فيك. هلا حبيبي. الإجابة 2001. 2001 طبعا. إن شاء الله بتفوز بالجائزة إن شاء الله. وطبعا نشكر اتصالك يا عزيزي حبيبي. شكرا شكرا. شيف معانا، معانا الحلا. هلأ بدنا شوية مثل ما شايفين الرز شوية يتماسك. أيوة نعم. اللي هي الحلا، وعندنا اللي هي المطبق الزبادي. نعم مخلص. وعندنا شوربة العدس. بالضبط. هلا عندنا هون الشوربة. وعندنا فكرة تشتهر الكويت بشيء شيء. نعم. كثير احبه انا على فكرة. اشياء في اشياء كثيرة. الدرابيل الكويتية. بس هودي اللي اخترنا لهم. شو الحلويات اللي ممكن نحن ناخذها ايضا من الكويت؟ العقيلي في. ايوه حلا العقيلي. نعم. أيوة. وفي اشياء كثيرة يعني. والدرابيل الكويتية. نعم. أي. ايه نعم. اشياء حلوة جميلة. بالضبط. والاسواق على فكرة، اسواق التراثية في الكويت جميلة جدا، واجواءها جميلة تكون في فصل. نعم. طبعا الشتاء، وايضا احيانا أن تكون أجواءها جميلة في فصل الصيف. بالضبط. ومعانا أحمد. السلام عليكم أحمد. السلام ورحمة الله. مساء الخير. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. شكرا على تواصلك. أنت صديق للبرنامج. نعم. أحمد. نعم. من وين تكلمنا يا أحمد؟ من الفجيرة. من الفجيرة. حياك الله. حياك الله. شو اليوم طبخاتنا عجبتنك بالاستوديو اليوم؟ لا شيء ممتاز طبعا، يعني منورين أنت والشيف. بارك الله فيك، بارك الله فيك. اليوم عندنا زبيدي، وعندنا شوربة العدس، وعندنا اللي هي المهلبية الزعفران، وطبعا كلها من الأطباق الكويتية الجميلة. زرت الكويت أخ أحمد؟ لا والله. إن شاء الله تزور الكويت قريبا. أنت والشيف وديعة. أنا زائر الكويت. هلا أنت وياه. خذوا على طيارة. 2016 هي الإجابة. الإجابة تكون 2016 إن شاء الله. تسمع إجابتك في نهاية الحلقة. شكرا على تواصلك أخ أحمد. شكرا شكرا لك يا أخ أحمد. اليوم إحنا مسافرينك. نعم. على الكويت بدون. نعم. تذكرة. ها؟ بدون شنطة، بدون أغراض. بدون. بالضبط بالضبط. على البساط السحري هيك بهالشكل. واو صراحة الشوربة. شوربة روعة. الشوربة اليوم ولا غلطة. أيوة. بكم أحلاها. أيوة. شو يعني يقدموا عدالها شنو بالزبط. يعني حلو كتير. الخبز صح؟ الخبز. نعم. هلا هاشيف بالضبط يقدموا عدالها الخبز ولا شنو يعني شو؟ الرز. في منهم بيقدموا توست خبز مقطع هيك. نعم. على جنبه. في منهم يعني هذا تاخذ كشوربه ايضا. رقاق رقاق رقاق. نعم. ايوه حلو حلو. اهلا 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 عمار. اهلا الاخ عمار. اهلين شيف وديع. كيف حالك؟ ان شاء الله بخير. يا مرحبتين. الله يحفظك يا رب. انا طلعت قبل وقت، هلا بدي اغير الاجابه. إيه؟ لان بحثنا. ايه بحثت. برافو. شو طلع معك؟ 2001. ما طبعا ان شاء الله تسمع الاجابه. ان شاء الله بتفوز. حبيب قلبي شيف وديع. حبيب قلبي شيف وديع. شكرا شكرا لك حبيبي. شكرا شكرا. الف تحيه. مثل ما شايفين حطينا السكر ايضا صح؟ نعم حطينا السكر وحطينا كل المكونات. ايوه. ويعني وبعدين الزعفران متى بنضيفه للطبخه؟ هلا بنضيفه. أيوة. على اساس بس نحن يعني. لانه الصراحه انطفى هون شوي. اي ما علي. ايه من نسكبهم على طول. دائما على فكره هم الزعفران دائما شيف عندنا احنا عاده في اهل الخليج. إيه نعم. وفي الكويت وعندنا بالامارات ايضا ان احنا الزعفران ترشوه على الوجه. نقعه في ماء الورد. إيه عشان يعني يعطي اللون بسرعه. إيه بس وقت بنحطها بقلبها. إيه كمان في بعض الاكلات نحطها احنا وهو يابس. هلا مثل ما شايفين هلا نحن لا بالعكس بدت تاخذ القوام. نعم هلا بياخذ. أيوة طعمه. أيوة بقلبه. ايوه يا باشا. السلام عليكم. عليكم السلام. مساء الخير فاطمه. مساء النور. مساء النور. اهلين كيف حالك؟ الحمد لله طيبه. فاطمه طبعا نرحب فيك ترحيب كبير طبعا لفاطمه لانك دائما متواصله ويانا. اهلا وسهلا. شكرا. شو اليوم دخلي المطبخ بتسوي مطبق زبيدي ولا شوربه العدس؟ لا الوالده تسوي. والله؟ حلو. حبيبتي والله. شو الاجابه على السؤال؟ 2016 ان شاء الله. 2016. 16 ان شاء الله تسمع الاجابه في نهايه الحلقه. وشكرا على التواصل.
دائما أعزائي المشاهدين مطبخنا مطبخ الشيف وديع، برنامج الإفطار على النار هو دائما على فكرة لتقديم طبخاتنا من كل بلد أكلة وأكلة، وكذلك أن ممكن تتواصلون مع الشيف تستفسرون عن أي يعني معلومة في الطبخ، معلومة في المطبخ، معلومة في التغذية. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا يا فيدا، مساء الخير. مساء النور، كل عام وانتم بخير. وانتم بخير. وانتم بخير. وعليكم بخير يا ربي. إن شاء الله. إن شاء الله. كيف رمضان معك والصوم اليوم ورابع يوم شهر رمضان؟ الحمد لله اليوم رابع يوم، يعني الحمد لله الواحد بلش يتعود الحمد لله. طبعا. الحمد لله شكلك ما شاء الله مستانسه ها؟ بالضبط. الحمد لله الحمد لله. دائما بتتابعي الحمد لله. لمة الأهل حلوة ورمضان حلو طبعا باللمة وبالجمعة وبالزيارات وباللحظات الحلوة والدقائق الحلوة، ومعانا احنا معانا ومع برنامجنا احلى مع الشيف وديع ها ومع الشيف وديع احلى طبعا عرفتي منورينا يعني شكرا. برامجكم كثير رائعة يعني. الله يخليك، هذا من ذوقك من ذوقك. شكرا. عرفتي الإجابة؟ ان شاء الله 2001 الجواب الصحيح. ان شاء الله بتفوزي ان شاء الله بتفوزي ان شاء الله بتفوزي ان شاء الله. ويسلم ايديكم، انا مطبق لزبيتي بعشقه يعني. واو. خلاص ان شاء الله. حلو ان شاء الله. بالعافيه بالعافيه. شكرا 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 على التواصل. شكرا. اهلا وسهلا. اخر اتصال معانا اليوم وشيف شيف إيه اخر اتصال من هديل. اهلا هديل، كيف العافيه كيف الصحه مرحبتين، اسمك حلو كثير. الله يسلمك، كل عام وانتم بخير وان شاء الله من عايشين من الفايزين. بارك الله فيكي وطول عمري. الله يسعدك، بس بدها قرص عقالي هيك مطبق البيت ما بدون قرص عقالي. نعم بس تعرفي ان شاء الله بالايام الجايه بنسوي لكم اياه، يعني سهل هو كثير بس هلا يعني تعرفي انت ممكن تتواصلين مع الشيف ويعطيش المقادير. نعم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله جاوبي على السؤال. شكرا شكرا لك. ان شاء الله 2001 2001 ان شاء الله تسمعي الاجابه في نهايه الحلقه. شكرا على تواصلك. شكرا جزيلا. طبعا هلا بدنا نبلش بالسكب. خلاص نبدا ان شاء الله. ايوه نعم. نطلع بريك، بنطلع فاصل قصير اعزائي ونرجع نكمل حلقتنا فاصل. معكم ان شاء الله تريونا. نعم. طبعا اعزائي رجعنا لكم بعد فاصل صغير، وهلا بدنا نبلش بالسكر. مثل ما شايفين اعزائنا المشاهدين هلا بدنا نسكب طبعا مطبق السمك بهالطريقه الحلوه. هذا اليوم روائح المطبخ الشيف وديع على فكره يعني ولا غلطه. نعم مش بالضبط. هلا بدي انا اشيل طبعا السمك من فوق بعدين احطه على الوجه بهالضبط هيك. أعزائنا المشاهدين ليكوا هالرز شو طالع حلو. الله ريحة حتى ريحة بجنة. ريحة جنان يا شيف. نعم. يعني هلا شوفوا كيف وبعدين مستوي. نعم لك بأحلاها يا الله يا الريحة. نعم ايه يلا شيف. نعم. احنا بس اختصارا للوقت نتابع مع الشيف وهو يسكب المطبق الزبيدي، واحنا بنسحب على إجابة سؤالنا لهذه الحلقة اليوم. بسم الله نخبش أول نسوي ال زي صاحب الحظ اليوم إن شاء الله يكون معانا. وداد مبروك وداد مازن فداء عفوا فداء مازن من الفجيرة، مبروك يا فداء، وجبتين إفطار لشخصين بفندق الكونكورد. الجواب نعم، إجابة سؤالنا اللي هي 2001 اختيار الكويت عاصمة للتراث. ومعانا الشيف طبعا. ألف ألف مبروك ألف مبروك ألف مبروك يا أخت فداء
على الجائزة، ومعانا الشيف وديع. بالضبط. هلا بدنا نزين ونتفي صغيري. أيوة. حلو. يلا هلا نحطي البصل. حطينا المهلبيه بالزعفران، مهلبيه الزعفران خلصت، ومعانا البصل اللي نعم في كلنا بدنا نضيف عليهم. أيوة. شويه بصل. حلو. عليهم فوق. جميل هيك. بصراحه وفي صوره وفي تسلم الايادي يا شيف، تسلم الايادي عليهم. وهذا وهذه طبخاتنا اعزائي المشاهدين لحلقتنا لهذا اليوم من الكويت. بالضبط خلصت حلقتنا لليوم. هودو اطباقنا للجواب، مطبق الزبيدي، شوربه العدس، عندنا المهلبيه بالزعفران، وبنشوفكم بكره باكلات جديده، والى اللقاء. الى اللقاء.